القصص بلا طعمة، والأمات اللي محروق قلبها على أولادها عمرها ما ترجع. مش ضروري تكون مثلي تندافع عن حقوق مثلي. تعرفت علي جوات الكادر، اليوم رح تتعرف علي برات الكادر. أنا كارول عبود. صار لي فترة عم أرسم، مش لصير رسامة لا، لأنه بحلم أنا وقتها خطير. قبل ما خطير كان أنا كون عايشة ببيت كتير بعيد عن كل شيء وأرسم، حتى تطوع على رقبتي هي كيل جور، يعني اقطوف النهار أو أنه عيش نهارك. الرسم هو فن ما بيحتاج إلا أنت، لا منتج ولا مخرج ولا نص ولا ممثلين تانيين ولا جمهور. بعتبر حالي أنه محظوظة بالحياة، أنه أنا بتكل على الإحساس أكتر باختياري لأدواري، بتعطيه مع الناس. بس شي لبس، أنا مدمنة شاي أبيض وأخضر كل أنواعه. أنا منتبه كتير على أكلي، بس قبل العرض بس بصير يطلع بلي شاورما، وكل يوم بشرب لترين مي، لدرجة الناس بيعرفوني كارول مع أنينة. أنا بحط مكياج لحالي، بحس كل ممثلات المسرح بفضلوا يحطوا مكياج لحالهم. لحظة كتير حميمة. أكيد بيروقني هيدا الشيء، بزرب حالي باللوج لحالي وبطلع بحالي، وبصير شوي شوي أتحول من كارول لشخصية بعملية المكياج. من 5 سنين فتحت شركة إنتاج وقررت أني أعمل أفلام. بس كان برودكشن اللي هي شركتي مثل بيبي لألي، بدأ شيء يتغير بالبلد بالنسبة للسينما. حتى لو قدرت غيرت 0.0001% بيكون منيح. بحب الليل، بتمنى يا ريت انه تكون حياتي بس بالليل، انه نام بالنهار وانه عيش بالليل. وبحب الجميزة بالليل كمان، انا بضلني وقت امشي فيها كأني عم بمشي بالجميزة يلي كنت امشي فيها من 20 سنة. بدي أقول شي للبنات يلي بعمر 20 لل30 وللمثلات كمان بكل الأعمار، للمثلين زملائي، أنه عملية التجميل بتبشع ما بتجمل، وللمثل والمثلة بيروح بتروح الروح تبعولن وقت يصيروا غير بيشبهوا بعضهم. خليهم يشبهوا حالهم بس.